السلام عليكم. Hello my dear students. Today we start a new session with science grade 6. In previous session, we study the muscles and bone which form musculoskeletal system. And we study how muscles work with bone to make the body movement. And also we studied the types of muscle, which is voluntary muscle and involuntary muscle. Now we start a new part from this concept. First, learning outcomes. By the end of this concept, you will be able to show how the circulatory system is an example of cooperation between body systems. How the circulatory system work with other body systems to exhibit the harmful wastes from them. We were able to describe the interaction between body systems to do all functions. And we conclude that a body is a system of group of cells that form tissue and organs. في phase excretory system بيشتغل مع بقية أجهزة الجسم إزاي بعض بعض فازاي جسمنا هيقدر يستجيب للخطر. Systems work together. When you feel stress, when you expose to stress, system of your body become involved as well. Your muscle sense heart beat and breathing also beat and you make body ready. احنا بنقول ايه؟ بنقول اول ما ضغط تبدأ السيستم بتاع جسمنا تتأثر، تبدأ تستعد، تبدأ تتوتر. طب بتتوتر ازاي؟ تبدأ المصل تبقى مشدودة، بيبدأ الهارت في ضربات القلب بتاعتنا، وتعدل التنفس بتاعنا يزيد، تلاقينا عمالين ننتج ضربات القلب زايدة، جسمنا تبدأ يجهز نفسه للخطر اللي هو متوقعه. فبنحس بحاجات غريبة في جسمنا، ضربات القلب زايدة. نفسنا عمال يطلعين بسرعة، بنحس بإحساس غريب في معدتنا، كل الحاجات دي بتحصل لما جسمنا يكون حاسس بالضغط أو الستريس. طيب، السيستم بتاع جسمنا اللي هو المصل ده الستريس. هارت بيت ده مرتبط بالستريس. البريثنج مرتبط بالستريس. اللي بيحرك كل دول البلاد. كل السيستم جسمنا التعاون مع بعض عشان تساعد الجسم ان هو يواجه الحاجه اللي سببت الصدمه. اول سيستم هنبدا ونعرف ازاي بيأثر على الجسم ان هو يقدر يواجه التوتر هو اندوكرين سيستم. اندوكرين سيستم بتبقى سيستم من اورفال. اندوكرين سيستم ده جهاز مسؤول عن الجلاندس الاورفال. يتكون من جلاندس. Glands دي produce hormones. لكتشر glands produce hormones. الهرمون دي help body to prepare itself for different situation. يعني ايه؟ الاندوكرين سيستم ده اسمه جهاز الغدد الصماء. كل اللي بيكون السيستم ده عباره عن مجموعه من الجلاند. الجلاند دي بتطلع هرمون. كل هرمون بيجي ناحيه جزء من جسمنا. علشان يعمل السكس. من ضمن الجلاند مسؤولة عن الإحساس بالتوتر بنسميها أدرينال جلاند. طيب الجلاند دي بتطلع الهرمون بس احنا سميناها علشان الهرمون بتاعتها بتخرج دايركتلي على البلاد. الهاش تيوب هي اندوكراين يعني لا قنوية من الهاش تيوب تمشي فيها الهرمون بتخرج دايركتلي من الجلاند على البلاد. البلاد ياخدها مع السكنت والووتر بقيه الحاجات اللي بيعملها يوزعها على كل الجسم. بتقول الفانكشن اوف اندوكراين سيستم ات كنترول بودي تمبريتشر اند بلاد بريشر. حتى درجه حراره الجسم وضغط الدم. ازاي؟ هنعرف ده لما نبدا نتعرف على دور الاندوكراين سيستم
في مواجهة الخطر. What happens if the body faces danger? When the body faces danger, it gets ready to fight this danger or to run away from it. يبقى أول ما بنحس بالخطر استنى حل من اثنين، يا نجري ونبعد عن الخطر ده، يا نبدأ نواجه الخطر ده. لو أول حاجة فينا نجري ونبعد. طب لو الخطر اللي احنا حاسين ده مثلا إن أنا رايح امتحان قلقان قوي من الامتحان ده، هبدأ أحس إن أنا مشدود، أعصابي مشدودة، عضلاتي مشدودة، بدأت ضربات قلبي زايدة، حاسس بألم في جسمي، عمال بنهج، مش قادر أنام. كل الحاجات دي بحس بيها لما أكون عندي حاجة موتراني أو حساني بالاسترس. طيب لو الخطر ده بقى حاجة قدامي وأنا المفروض أواجهها، الحالة دي the eyes see the danger، عينينا أول حاجة تشوف الخطر. حتى في great fight in the nervous system need the body response to different information in the nervous system، هو اللي بيساعدنا إحنا نستجيب أي حاجة بتيجي من حوالينا. فأول ما the eyes see the danger، أول حاجة بتعملها إيه؟ send the message to the brain، تبدأ تبعت الإشارة ليه؟ عشان البرين يعمل interpret للمسج، يعمل لها بروسيسنج. طب وبعد ما يعمل لها interpret بروسيسنج يبدأ يبعت response، the brain sends the response to parts of the body، لأجزاء الجسم. مين الأجزاء اللي هيبعت لها البرين؟ أول حاجة بيبعت لها المصر عشان نجري أو نبعد عن الحاجة اللي مسببة الخطر. Brain send signal to body in part of the response. أول حاجة قلنا مين؟ المصر جزء من مسكرو سكيلتال سيستم. طيب في signal تروح لمين؟ تروح للجلاندس اندوكراين سيستم. تبدأ الجلاندس دي طلع الهرمون بتاعتها، بيجي لها اشاره بتخرج الهرمون. طب لما طلع الهرمون قلنا بتروح دايركت لمين؟ للبلد. يبدا مين يشتغل؟ الريسبتوري سيستم، ياخد البلد هرمون يوديها للهارت، يبدا يعمل انكريز ان ايه؟ ريت هارت بيت. طيب والهارت بيت دي عشان تزيد لازم مين يزيد معايا؟ الريسبيريشن تايم. ليه؟ يدخل اكسجين زياده للبطن عشان الهارت يعمل ايه؟ بامبنج كتير. فبالتالي ده الاسبريس بيشتغل مع الكلاسيكي مع الانترنت سيستم مع المسكولاتي سيستم، وكمان بيساعدهم في الموضوع ده بتروح له سيجنال الم في معدتها او احساس غريب في معدتها. السيستم اللي احنا اثنين خلى سيستم كتير في جسمنا. اول حاجه خدناها زي الاندوكراين سيستم بتبدا ايه؟ عشان تعرف ازاي الاندوكراين سيستم بتشتغل، خدنا الاندوكراين سيستم، قلنا سيستم بلانت بيت هرمون بس روز الطب. بعد ما بيمشي الهرمون في البلد، دي صوره للاندوكراين جلاند. الاندوكراين جلاند دي الجينه دي اللي هتحمي دي الادرينال جلاند، دي المسؤوله عن التوتر. دي الكتير جلاند، دي الماستر بلان بتاع كل الجهاز في الاندوكراين. طبعا احنا مش هنتعرف عليهم كلهم، احنا هنا بس الجلاند عن التوتر. طيب احنا قلنا خلاص في هرمونز ماشي، بعدين الهرمونز ده كنترول ذا ريسبوند اند اذر بادي سيستم اللي احنا شرحناه من شويه، هو بيبقى مسؤول عن الاستجابه ان عضلات الجسم تتحرك، وبعدين بيبعت إشارة لبقية الجسم عشان يحصل. يبقى ده دور مين؟ ده دور الاندوكراين. قلنا إن الاندوكراين سيستم ده الجلاند بتاعته بتطلع الهرمون للبلد، يبقى هنا تبدأ دور مين؟ السيركيتوري سيستم. بس قبل ما نعرف دور السيركيتوري سيستم في الموضوع ده، لازم نتعرف على أو نفتكر مع بعض ستراكتشر أوف سيركيتوري سيستم. السيركيتوري سيستم consists of mean heart. First organ of circulatory system is heart. طب في كمان blood and blood vessels. blood vessels in the circulatory system بتقسم ثلاث أنواع، مين هما؟ arteries and blood capillaries. دي كانت في الـ circulatory system اللي درسناها قبل كده.
طب ال function of the battery system it transport blood gas and hormones through the body. احنا عارفين صد البنكرياسي ان ال blood carry gases oxygen gas and carbon dioxide gas nutrients from the digestive system. الجديد ان هو carry ايه hormones to other body ايه parts. Role of the battery system قلنا heart begin quickly الجدي يدق بسرعة after heart beat increase causing heart much blood to muscle and other organs blood pressure increase. طب ليه الهارت يودي البلد للماسلز عشان تاخد معاها النيوتريانس والاكسجين للبادي سيلز عشان البادي سيلز تاخد انرجي وتقدر الماسلز دي تتحرك تواجه الضغط. بلاد بريشر بيزيد مع زيادة الهارت. طب احنا اتكلمنا ان لما الهرمونز دي بتروح للكلاتري سيستم للهارت بتعمل انكريز الهارت دي. طب ولما بتروح للكلاتري سيستم تعمل انكريز طريق اوف ريسبيريشن. طيب الريسبيراتوري سيستم بيتكون من ستراكشر اوف ريسبيراتوري سيستم كان بيتكون من لونجز تراكيا برونكاي اند دايافراغم. From the bronchi inside the lungs divided into alveoles, which is called alveolus. Where a diaphragm, it is a muscle. It separates the respiratory and it digests and has an important role in respiration process. How diaphragm make an important role in respiration process? Now, to the card, and the sticker in respiration process include two inhalation and exhalation process. During inhalation process, air reaches with oxygen gas enter our body. During exhalation process, air reaches with carbon dioxide gas released from our body. So, function of the respiratory system provides the body with oxygen gas and remove carbon dioxide gas with help of inhalation and exhalation process. Role of respiratory system during transition. ايه دور بقى؟ فروق ان هو يدخل اكسجين زيادة للجسم علشان الجسم يقدر يعمل بمب زيادة للبلد. البلد ده ماشي واخد معاه النيوتريانس والاكسجين هيروح للسيل هتبدأ تعمل الانرجي عشان تخلي المفصل ايه يتحرك يبدأ الجسم يبقى مستعد لمواجهة الخطر. يقول لي هنا ان السيركيلاتوري سيستم تبين لونج which are the main organs of respiratory system. عشان الهارت يشتغل لازم اللونجز يدخلها اكسجين فدي للهارت يبدا الهارت يعمل ريلاكسيشن فيعمل ايه بامبنج في البلط throughout the body. طبعا البلط خارج من الهارت لمين؟ هو انت الدايفرام ماسل تراك ذا لونج اير ريتش ان اكسجين. احنا قلنا من شويه ان الريسبيريشن ديبند اون انهاليشن اند اكسهاليشن. During inhalation, بصينا على الصورة دي هنشوف كده الانهاليشن الاير داخل على اللونجز. بصوا كده على الدايفرام تاني هنلاقي الدايفرام بيتحرك لتحت بعدين والهواء خارج الدايفرام كان بيتحرك لايه؟ لفوق بيخرج الهواء من البطن. يبقى when diaphragm muscle contract لما بيحصل له contraction it moves down and air rich with oxygen is enter the lung. So size longest increases and chest cavity become a large. A lot of oxygen ده والديافرام move down. طب ايه اللي هيحصل بعد كده؟ هيبدا الديافرام relax move up تحرك لفوق هتبدا تضغط على اللنج هتبقى اللنج release air rich with carbon gas. طبعا دي بتحصل بسرعه جدا ومرات متكررة كتير لما الإنسان بيكون حاسس بالتوتر أو بيعمل your blood stream over oxygen body organs تشبك تقبع البلد تشبك الأكسجين. Freezing rate increase during danger increase to allow oxygenated blood to reach the muscle and brain. يبقى الكلام اللي قلناه ده أصبحوا
put in the body like a danger, the eye is the sensor and sends the signal to the brain. Brain responds, sends the signal to endocrine system, produce the hormone directly. The blood carry hormones to heart and lungs. So that causes increase in the heartbeat sign and increase in the rate of excitation. Brain sends other signals to the muscle to make the muscle move. The blood carry nutrients, oxygen, water, and hormones to the muscle, which help the muscle cell to make energy and help the muscle to fight cancer by running away. كده احنا عرفنا ازاي السيستمز دي اشتغلت مع بعضها، اتعاونت مع بعضها علشان يكسر الخطر ويقدر يمشي بعيد او بيحس بالصبر. طيب احنا قلنا ان البلاد كاري نوتريانس هرمون ووتر اند اوكسجين تو ذا سيل و هيلب سيل بروديوز انرجي. طب فاكرين ويتش بارت انسايد ذا سيل بروديوز انرجي؟ مين الجزء اللي بيطلع انرجي في السيل؟ يس ميتوكوندريا. ميتوكوندريا ذا بارت ويتش بروديوز انرجي انسايد ذا سيل. اكسلنت. طيب هاو بقى اور بادي جسمنا عموما ياخد الانرجي منين؟ هاو اور بادي جيتس ات يوز الانرجي دي اللي هي الوقت بتاع جسمنا ازاي جسمنا بياخد انرجي؟ مين هيعرف يقول لي؟ Yes, from burning the digested food. Our body gets energy from food. When food turns inside the body, our body, we can get energy. So now we remember the step of digestion of food from start from enter the food in our mouth. How are we getting fuel? The body system works together to keep the body work. Cells need energy. All the kind of that energy comes from food. Energy comes from food. We eat. What we eat must contain water. الأكل اللي هنأكله ده لازم كربوهيدرات. Excellent. ها إيه كمان؟ Fat. Bravo. إيه كمان؟ كمان فيتامين. تمام. إيه كمان؟ كربوهيدرات. Fat, vitamin, protein, nutrients, as carbohydrates, fat, vitamins, and protein. طبعا الكربوهيدرات ناخدها من العيش، من الكريد، من الرايز، ناخدها من البسة، ناخدها من البروتين السوداء. الفات ناخدها من الزيت، من المادة الدهنية اللي احنا بنعمل بيها الأكل. البروتين أي نوع لحوم احنا بنحبها ممكن يبقى بروتين إيه؟ طيب convert select food into simple substance by digestion process. قلنا ان بتاعتنا هتاخد الانرجي كمان اللي هو كربوهيدرات فات بروتين هيدخلوا على الدايجستشن. اما هيدخلوا عليه هيبدا هو يعمل دايجستشن يحولهم لسمبل سبستانس. تعالوا نشوف كده ازاي الدايجستيف سيستم هيعمل ده وليه بيعمل ده؟ علشان يدي البادي الانرجي ويساعد ان هو يعمل يبقى الدايجستيف سيستم كونفيرت كومبلكس فود انتو باي دايجستيشن بروسيس. واي؟ تو هيلب ذا بادي جيت انرجي اند جرو. طب تعالوا نقول بقى ان احنا الاكل اللي هناكله اللي فيه كربوهيدرات ده وفيه فات وفيه فيتامين وفيه عبارة عن ساندوتش مثلا برجر ساندوتش فيه بانيه ساندوتش فيه اي نوع حاجة رز صحيح دار او اي نوع حاجة. احنا كده عندنا كربوهيدرات عندنا فاتس وعندنا ايه عندنا بروتين. اول خطوة ان احنا ناكل فندخل الاكل في المعدة ديجستشن بيجن ان ايه المعدة. طب لو انت معاك ساندوتش انت مضطر ان انت تقطع بايه بسنين يبقى تيس كات فود اند رش Please cut food and crush food
with the help of كيل هيساعدها مصل او جو مصل عضلات الفكين. احنا عارفين ان الموت consists of two jaw upper jaw and fixed jaw lower jaw the moving jaw. الفك السفلي هو اللي بيتحرك. مين اللي هيحركه؟ المصل our feet help lower jaw to move up and down to help feet show food and think that showing of food the salivary gland used saliva which contains enzyme. This enzyme help in absorption of food and make a chemical digestion food. A chemical enzyme used and of endocrine system. Saliva is a liquid which contains enzyme can soft food and begin to make chemical breaking of food. يبقى الصلايف تطلع ليكويد اللي ده بيساعد في digestion يعني كيف breaking down. ايضا بتساعد في هضم الكربوهيدرات اللي هو اكلناه رز اكلناه المكرونه يبدا هضمها وتبدا تفوت في المعده. طب بعد ما شوينج الفود ومويت الفود وبدانا chemical breaking down هيبدا هنا يروح لمين؟ يبدا يمشي من خلال روح للاسوفيجاس ومن الاسوفيجاس يوصل لمين؟ يوصل للصم. مثلا باش داون فود تو صم. انا مثلا دي مقصود فيها المثل و روتي اللي بيعمل باش فود لحد يوصل لمين؟ يوصل للصم. ادي الاسوفيجاس هيوصل لمين؟ The food takes you out. يقعد شوية كده في الصمت. ليه؟ عشان تبدأ للصمت تخرج أو produce releases أو تخرج some fluid. This fluid contains stomach acid and some digestive enzymes. يعني الصمت food takes you out. During this few hours, stomach starts to release or or board تتخرج بتفرز فلويد. الفلويد دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن stomach acid and digestive enzyme. لو بصينا على الصورة دي هنشوف ازاي هو اكل الاكل حتى لما عدى في الدايجستيف سيستم بالشكل ده. ايه؟ هنا في الاستومك ايه؟ لحد لما يخرج من اللارج ايه؟ بعدين بدا يخرج مين؟ خلاص هنمشي الخطوات دي مع بعض. احنا وصلنا لحد فين؟ وصلنا لحد الاستمك. طب بعد كده بعد ما قعد شويه في الاستمك والاستمك عملت ايه؟ دايجستشن بريكنج داون للفود هيروح من الاستمك على فين؟ هيروح من الاستمك للسمول انتستين. وهو رايح من الاستمك للسمول انتستين بيعدي على مين؟ بيعدي على الليفر والبنكرياس. الليفر موجود فيه حاجه اسمها جول بلادر. جول بلادر دي هي المراره. جول بلادر ريدوس زاين. بنكرياس ريدوس زاين. في بيت. بنكرياس بيعمل حاجتين. بيطلع هرمون اللي هو الكوليت ليفل اوف شوجر. بيطلع انزيم هيت انزيم. البنكرياس بيعمل لكن الليفر مش هو اللي بيطلع الانزيم. جول بلادر اللي جنبيه هي اللي بتبدا تطلع انزيم هيك ان ذا دايجستشن اوف فود او هرمون فود بيس فروم ستومك تو ستومك ديجستشن ذا جول بلادر اند بنكرياس بور انزيم اون ذا فود. طيب الانزيم اللي هو معدي عليها طب جاي منين؟ جاي من البنكرياس في الجول. خلاص؟ طيب دول بيعملوا ايه؟ هيلب ان كيميكال بريكنج داون اوف فود. ان سمول انتستين ذا دايجستشن اوف فود از كومبليت. هضم الاكل بيكتمل تماما في السمول. طيب فود ان سمول انتستين بيكام ان ذا فورم اوف صبي ميكتشر. عباره عن ميكتشر زي الليكويد شويه. يبقى
insulin system would come subnicotine and change into if I was to the insulin system خلاص الأكل هيبقى liquid وهتبقى مليان نيوتريان. طيب بعد ما خلاص تحول النيوتريان للسمول انتستين بمساعدة البنكرياس والقلب خطر هنا هيجي دور مين؟ هيجي دور السيركيولاتوري سيستم. خلاص مين بقى الجزء السيركيولاتوري سيستم بالظبط؟ البلد. وول اوف سمول انتستين كونتينز ميني بلاد كابيلاريز ويتش ابزورب النيوتريانت into a blood. The mini blood vessels, المقصود فيها small blood vessels, هي blood capillaries. يبقى at the wall of small intestine, there is many blood capillaries, which absorb the nutrients from the food and transport it to mean blood. تاخد النيوتريانت وتوديها للبلد. يبقى البلد اخذ الاكسجين بس يستجيب وهو جاي. عدى على الدايجستيك خد منه مين؟ نيوتريانت. طبعا وهو معاه ووتر. هنعرف كمان شويه الوتر ممكن يجيله منين كمان. بعد ما عدينا على سمول انتستين بلاد احد النيوتريانت هيبقى بقى عندنا هنا ايه بقى؟ هيجي هنا دور اللارج انتستين. احنا عارفين ان at the beginning of large intestine مع نهايه سمول انتستين بتبدا اللارج انتستين. طيب بعد ما البلاد تاخد كل النيوتريانت بتفضل substances the body not needed. These substances is material. أو عليها solid waste, undigested food. أكل غير مهضوم عبارة عن طبقات مش طالبة بالظبط بتبقى لسه liquid شوية. يبقى the waste which body don't need that is from digestion food based from constitution to large intestine. What happened in large intestine? In large intestine, enter the colon, large intestine, in the form of a vesicle. بعد ما دخل large intestine, جزء اللي اسمه colon, large intestine or colon starts absorb water from undigested food. Absorb water and transport it to blood. يبقى هنا البلد اخد الاكسجين، اخد النيوتريانت، اخد الوتر، وكان واخد الهرمونز منين؟ من الاندوكراين جلاند. In large intestine, water absorbed from undigested food. So, undigested food changes into solid matter, which feeds the body in the form of vessels or food. احنا هنا وصلنا للمرحله الاخيره الجسمنا مش محتاجها من الاكل تخرج على شكل فيس اور. طيب وهي خارجه من اللارج انتستين بتعدي على جزء اسمه ايه؟ ريكتم. ريكتم ستور فيسز بيخزن الفيسز دي. اللارج انتستين بتعملها جزء بجزء يبدا يخزن الفيسز. The rectum is a last part of large intestine which stores feces. Then feces leaves the body through anus opening. It's muscular opening. If a food enters our body through mouth opening and leave our body through anus opening. If a معنى كده digestive system starts opening end with a up. يبدأ فتحة وينتهي بـ A. How the digestion process occurs and how blood gets nutrients from the system. A transporting nutrient, only nutrients transport عن طريق مين؟ But circulatory system لأنها بتروح للبلد من السمول. يبدأ بقى هنا الهارت يعمل بامبنج للبلد ويخرجوا. Some of the nutrients are used at once. في بعض النيوتريانت بتستخدم في وقتها. And other exist stored as a glycogen. And جزء من النيوتريانت دي جسمنا بيستخدمها على طول. الجزء الثاني بيبقى زياده جسمنا مش محتاج. هيعمل فيه ايه؟ يخزنه على شكل glycogen and liver and fat. هنا بقى بيبقى our body.
stored with algae, liver and the muscle, stored glucose sugar in the form of glycogen. With body energy, liver converts glycogen which stored in it into a glucose sugar again and leads it to body. يبقى احنا دلوقتي البلد اخذ النيوتريانس من السمول وبدأ يمشي بيها ويتحرك. في جزء من النيوتريانس دي بتبقى محتاجه تاخدها وتستهلكها حالا. بعض النيوتريانس خلاص جسمنا ما بقاش محتاجها. طب اوديها فين؟ يروح البلد ياخدها يوديها يخزنها في الليفر والمصل. تخزن على شكل ايه؟ شكل جلايكوجين اند فات. الجلايكوجين ستور ان ليفر اند مصل. احيانا جسمنا بيحتاج انرجي. احنا تعبانين. جسمنا بتحتاج انرجي تبدا جسمنا ياخد الجلايكوجين ده منين؟ ياخده من ويحوله تاني لجلوكوز شوكر علشان يدينا الانرجي اللي هو محتاجه. يور بادي يوز انرجي وين اكسبوست يبدا يستخدم الانرجي دي بقى لما يبقى متعرض لخطر فخليه ران اواي فروم ايه؟ فروم هي دي اللي بتساعد الهوكي. لو قلنا البصل بتبدأ تتحرك عشان تبدا تتحرك. لو ما اديتهاش كده دعمتها بالكسر والانرجي مش هتقدر تكمل مش هتقدر تخليني اشتغل. احنا كده وصلنا ازاي جسمنا يقدر يواجه الحرب. دي لما عملت الانرجي وانتكسر من كده باي اسكندريا ايه باي اسكندريا انسان هلت ذا بادي تصعب نفسي من الانرجي دي بتستعملها من الارنينج اوف نوتريانس زي الماء الدايجستيف سيستم طلع وسط ماتيريال يا سيل بس خرجناها برضه سيل ان اور بودي بريديوس ماتيريال وان ذا بارتس اوف سيل ميك بيرنينج اوف نيوتريان. الوسط اللي بتخرج من السيل بنسميها اكسكريتوري ماتيريال. سيستم ويتش ريسبونسبل فور ريليز اكسكريتوري ماتيريال از اكسكريتوري سيستم. Responsible for eating half of waste material comes from cell. Waste material comes from burning the nutrients inside the cell. That solid waste is reduced from the digestive system. ملهاش دعوة بالاكتكاسي system. Reduced from the digestive system and go outside the body through anus. دي حاجة لوحدها ما لخبطش الاثنين. Solid waste is reduced from the digestive system. نصها. Excretory system produced waste material or excretory material result from me, result from cell of body. So, لو جينا نقول what is meant by excretion process? ايه عملية الاخرام? Excretion means is a process inside the body cells. Say, excretory system takes the waste material produced by cell and remove زين from them. Excretory system يتكون ايه? احنا عرفنا excretory system get rid of excretory material which is produced from cell. طب عايزين نتعرف بقى excretory system ده بيتكون من ايه? Excretory system consists of organs and other systems اللي هم ايه بقى? قبل ما نتعليهم نجاوب الواضحة جدا. If your body doesn't get rid of waste, what happens? You will get هتحس ان انت تعبان وفي حاجه مش محتاجها في حاجه بتضره تاني هيديك اشاره انت تعبان حاجه غلط. Deep breathing. The digestive system does share in excretion process لسه قايلين ده دلوقتي. Why digestive system is not considered the system of excretory system? Because it doesn't work on the waste material used from burning inside cell. It works on the waste result from digestive body parts of body responsible for excretion process. Skin is an organ. احنا قلنا excretory system of organs and cells. Skin is a part of excretory system. Why? Skin is considered a part of excretory system because skin
help body get rid of sweat through bursting. On a scale, help body to get rid of sweat through burst in skin. طيب البرس اللي في السكن دي اللي هي sweat gland الغدد العرقية دي منتشرة في كل الجلد كل جسمنا دي بتساعد الجلد ان هو يعمل ريليز لسويت للعرق الصيف لما نشرب مية كتير ونبقى حرانين يبدأ جسمنا يطلع سويت يطلع عرق علشان يسبب درجة حرارة الجسم يقللها عشان يحاول يحافظ على درجة حرارة يبقى السكن هيلب بادي جيت ريد اوف سويت طب من السويت ده ايه؟ الماتيريال طب مين الجزء التاني؟ في السكريتوري سيستم during salation. برافو عليك. احنا كده اخدنا two parts of respiratory system. skin and respiratory system. the main part of the main system. respiratory system is urinary system. it plays an important role in excretion process. now, we start to know. How urinary system has an important role in excretion process. Before knowing the role of urinary system, we must identify the structure, the organs of urinary system, and the function of urinary system. Organs of urinary system consists of first part, two kidneys. Second part, ureter. Bladder. The bladder. And urethra. Urethra. Number four is urethra. Two kidneys, they are vein-shaped organs. Two kidneys are connected with ureter. Ureter are fine tubes connect kidney with bladder. نجيب رفيعة جدا بتوصل kidney and bladder. طب والبلادر it is a sac-like organ. It is a sac-like organ. Store urine. وصل body is rid of urine from a through urethra. نتعرف على كل ده نبدأ ناخد السيستم بالتدريج. طب function of urinary system. About the urinary system, but respiratory system. So, function of catheter, remove waste bacteria from blood in the form of urine. يتخلص من الwaste material اللي في blood شكل urine. يفترض ان الwaste material حركته من الرسم بشكل carbon dioxide وجزء حركته من الurinary system على شكل urine. طب ازاي ده بيحصل؟ Two kidneys continuously filter and clean blood. This function باستقرار بيبدأ في مصاف الدم ويسحبوا منه أي استماتات. This is the function of two kidneys continuous filter and clean blood. How two kidneys work and how urinary system work. قال لي أول حاجة how blood enter the two kidneys. Kidney. How wastes come to the two kidneys? زي الwastes بتدخل لي الكدني. قال لي wastes enter the kidney by large artery. يبقى بيدخل الكدني عن طريق ايه؟ large artery. Bring blood which contains waste material into a the kidney. Then inside the kidney there is tiny blood vessel. This blood vessel passes through nephron. Nephron which is microscopic filter. ايه الكلام ده؟ نقول ان البلد انتر كدني باي دارك
blood contains waste material. طيب جوه الكدني اللارج ارتري ده بيتفرع ليه small blood vessels. blood vessels دي ثرومين ثرو بارت الكدني كود نفرون. نفرون ده مايكروسكوبيك فلتر يعني minute tube. بيجيب رفيعة أو كان في باي مايكروسكوب نص فيهم باينك طار عشان كده سميناها مايكروسكوبك فلتر لأنه بيتشاف بالمايكروسكوب رفيعة جدا جدا جدا. تايني بلاد فيزل بس رو كنت عبارة عن ايه مايكروسكوبك فلتر. وانا سألتك رايت ذا ساينتفك تيرم اما مايكروسكوبك فلتر انت كده A microscopic filter in the kidney. مين microscopic filter in the kidney? Nephron. Nephron are microscopic filter in the kidney. طب خلاص راح للنفر. هتعمل ايه النفرون؟ Nephron filter blood. And remove harmful substance. اللي هي مين؟ First material. Out. يبقى النفرون بتعمل secretion. تسحب ال harmful waste. تسيب ال blood والnutrient إيه؟ داخل الكدني مفيش نيوتريانت، لا مفيش نيوتريانت في كمان وسط الكدني. تبدا النفرون تسحب الماتيريال تسيب قد البروتين في فيزلز زي ما هو. وسط ماتيريال اخدتها النفرون دي اسمها ايه؟ يوريا. قصد فروم ايه؟ قصد فروم بريكنج داون سين. الكدني هيلب ذا بادي to get rid of waste material اللي هي تجيب بين قوسين كده يوريا. طب يوريا comes from taking down يوريا and other waste material become urine. يبقى اليوريا دي تخرج منين؟ هتخرج من النفرون تروح على اليوريتا. طب لما تخرج من النفرون هتخرج معاها ايه؟ small amount of water جزء من الوقت. طيب هتمشي تروح فين؟ هتروح على اليوريتا. طب البراد اللي كان داخل هيخرج من فينز يتوصل داخل. يبقى الارتري برين بلاد كونتينز ويست تو ذا كيدني. فينز كاري بيور بلاد افتر ات فلتر فروم كيدني تو اوتسايد ذا يوريتري سيستم. الارتري بتدخل الويست وبعد ما يعمل سريشن للبلاد الفينز بتاخد بلاد طالع الجسم. طب الويست سحبها النفرون عباره عن ايه؟ عباره عن يوريا. ياخدها وبياخد معاها الووتر واذر ويست ماتيريال. طب يوديهم فين بقى؟ يخرجهم من الباب الثاني يروحوا على مين؟ على اليوريتر. يورين ليف اتس كيدني ثرو ايه؟ نار تيوب اللي هي اليوريتر. خلاص قلت انه خرج راح على مين؟ على اليوريتر. اليوريتر هتاخد اليورين توديه فين؟ هتاخد اليورين وتوديه للبلادر. يبقى اليورين يتجمع في البلادر. يورين انفكتد ان ذا ايه؟ بلادر. لما البلادر ان بلادر از فالد ويز يورين ايه اللي هيحصل؟ يبدا يدي اشاره اللي هو بيدي اشاره ان اليورين محتاج يخرج اليورين بره الجسم. يبقى يورين كولكت ان بلادر بلس يورين ريموف فروم بلادر تو بلادر تيوب فول تبدأ البلادر تتحرك منين؟ من اليورين. وهنا يبقى حصل يورينيشن بروسيس. يورينيشن بروسيس مين؟ سيبلينج يورين فروم ذا بادي. احنا قلنا ان اليوريتري سيستم كونسيست اوف كيدني يوريتر بلادر اند يوريترا. البلاد جينز ويست انتر ذا يوريتري سيستم ثرو ارتريس اند يوريتر ليف وستين. عرفت الخطوات اللي بيتحرك بيها البلاد جوه الكيدني وان النفرون ابزورب ويست ماتيريال اند كونت ابزورب بلاد اند بروتين والنفرون دي بتودي الويست ماتيريال في فورم اوف يوريا تو ذا يوريتر ويخرج على شكل يورين تروح للبلادر والبلادر تخرج من اليوريتر. جبريل بلاد سيلز اند بروتين سي ان بادي. ليه البلاد سيلز بروتين سي ان بادي ان بلاد؟ ليه بتفضل في البلاد؟ Because they are too large to pass through the nephron. ده كبيرة قوي على انها تعدي النفرون. ده ما بيقدرش طبعا دي ربنا
ربنا خالقها كده علشان يحافظ على الصلاة ايه البلاتفورم. طيب تعالوا كده نعمل اكتيفيتي جيتنج ريد ايه ويست ماتيريال. تتخيل لو احنا عملنا موديل كده، موديل اوف يوريناري سيستم، ممكن نعمله ازاي؟ عندنا تول، اول حاجه عندي فلتر اللي هو ورق ترشيح، كون شيب فلتر ده حاجه كده ورق ترشيح يبقى في المعمل، ده هنستخدمه كانه هو مين ده فانل على ام، ده نحط فيه الفلتر، يعني الفلتر مع الفانل دول بيعملوا مين الفلتر. هيبقى عندي سام رايز حبات رز اللي هي بدل البروتين، هيبقى عندي ميه بوتر، احنا حاسين ان البلد بيوتر، هيبقى عندي بيكر عشان احط فيه الفانل، فهو هيبقى بالنسبه لي الكرن اللي هيتجمع، يبقى عندي صوم، هو هيبقى بالنسبه لي مين؟ هو هيبقى كيوري. وعندي ريد دي ان سي، ريد كدني دي ان سي دي اللي هي البلاد سيل، قلنا بلاد سيل على الكدني يبقى فيه ووتر ويوريا وبروتين وبلاد سيل. طيب دي هنركبها دلوقتي. Put filter in the funnel then put it in a beaker. حط الفلتر جوه الفانل، حطهم جوه البيكر زي ما احنا شايفين الصوره كده بالظبط. بعد كده add salt water then dissolve them with ice. نحط الملح على الميه ونقلب اللي هي مين؟ اليوريا. طيب لو اخدناها من breaking out protein. بعد كده هنحط الرايت والريد كدني بين للو، فكده البلاد بقى داخل في كل المكونات بتاعته. طيب صبهم على مين؟ على الفلتر هو البلاد وهو داخل على النفس. مين اللي هيعدي؟ طبعا تتخيل مين اللي هيعدي؟ الفوتر كونتينز صوت الرايت والريد بينز هتعدي طبعا لانها تو لارج تو باس تغوص اوف فلتر. Water contains salt base in the filter, but red kidney beans and rice don't pass. ليه؟ لأن has a large salt. دي الكدني علينا. Kidney is a filtering system for the blood. They remove a waste material and don't allow passing of blood cells as because they are very large. يبقى لو انا جيت قلت لك true or false. If a dose of protein and blood cells true or false. False fat farm. Don't allow. طيب which material نفرض allow to pass. هي الحاجات اللي تفرض لا تعدي. Which material يوريا يوريا and water and some waste material. برافو عليك. الانجينير ساين اسبيشال ادفايز بيبول هو كدني ار نوت وورد. في بعض الناس الكيس بتاعتهم بتبقى تعبانه ما تقدرش تشتغل بشكل جيد، فبداوا يصمموا موديل او ديفايس يساعد الناس دي انها تعمل فلتريشن للبلاد بتاعها. الديفايس ده فلتر بلاد فروم ويست ماتيريال. يبقى engineers design device to help the people which their kidney don't work efficiently to filter blood from waste material. قال لي هنا ان studying kidney model instead of weak kidney save time, money and effort. احنا ليه عملنا الموديل ده؟ اوضح لكم ازاي الكدني بتشتغل وبتعمل filtration blood بطريقه سهله موفره للوقت وللمال. كده يبقى احنا خلصنا الجزء اللي المفروض هناخده النهارده، هنبدا نسال بعض الاسئله علشان نتاكد ان احنا فهمنا الحاجات اللي احنا شرحناها. A first type of question, write a scientific term. An organ in which absorption of nutrients starts. Which organ
where the nutrients start to absorb it. Small intestine, excellent. The organ which helps in excretion of sweat through the porous found in. مين الأورجن اللي بيعمل excretion للسويت؟ skin, برافو علينا, excellent. It is a system that secretes hormones to control the body temperature and the blood pressure. Which system responsible for control blood pressure and pressure? Endocrine system. Endocrine system helps body to control pressure and temperature. In dangerous situation, heart pumps more blood, which carries water, nutrients, and hormones, the muscle and other organs, and cages. Respiratory system removes waste gas from body as a waste product, carbon dioxide, avalina. Some particles which are found inside the two kidneys are called nephrons. Urine is composed of urea and waste product and water. Bravo, Alina. كده خلصنا جزء المصنعين النهارده. تحياتي ليكم, معاكم مستر رمضان, الاداره العامه للتوسع. شكرا. اتصل على الشات واشوف اجاباتكم.